شكرا كثير على الدعوة من فكرة لألقي هاي أعرض عليكم الفكرة الأردنية الأمريكانية اللي صارت هلأ عالمية. إحنا هون كلهم دول نفطية، إحنا الأردن ما عندنا نفط، بس إحنا كل عمرنا بنستثمر بالموارد البشرية لأنه هذا الرأس المال الأردني. فالموضوع اللي راح أحكي عليه هي مبادرة اسمها مشروع اسمه بلاسم، بنركز فيه على التعليم لا نخرج مهندسين فاعلين، والتركيز أكثر على الهندسة والتعليم، لأنه كان المشروع هذا نتيجة مبادرة بعد اجتماع زي اللي عم نشوفه اليوم كان بعدد كبير من التربويين، وطلعنا بنتيجة أنه عم بكون في كتير تراجع بعدد الطلاب اللي عم بدرسوا بالمجالات العلمية والهندسية. فطلعت فكرة هذا المشروع بعد هذا المؤتمر على أساس أنه إحنا لازم نركز على تعليم الطلاب من صف 10 ل 12 عشان نحمسهم يدرسوا العلوم والهندسة والرياضيات، ونفرجيهم من ضمن هذا المشروع أنه هذا اللي بدرسوه بالمدرسة شو تطبيقاته الحياتية والعملية. فمن أهداف المشروع أنه إحنا بنقدم الموضوع بطريقة مختلفة، لازم نركز على توسيع مدارك الطلبة، ولازم نخلي مجال للنقاش بالحصص الصفية لنحمسهم بدراسة العلوم، وكيف أنه نخلي النقد والإبداع، وكيف أنه نخلي هاي المواضيع لما الواحد بدرسها بالصف بلاقيها جافة مش فاهم شو تطبيقاتها الحياتية، نركز على مجال التطبيق الحياتي ليقدروا يتحمسوا يدرسوا بهذا المجال. فالفكرة أنه إحنا بنيجي بنعمل محاضرات بتنعرض بحصة صفية بطريقة بنسميها التعليم المتمازج، بس بطريقة بلاسم، يعني في محاضر ضيف بيعرض الفكرة تاعته بفيديو متقطع لمدة 30 دقيقة ماكسيمم، وبيتركوا الوقت الباقي لمعلم الصف يتفاعل مع طلابه. فأنا راح أفرجيكم التجربة الأردنية الأمريكية اللي هي بالنسبة قائمة على هذا المشروع. فبالنسبة لأول إشي دائما بالحصة عشان نشوق الطلاب قبل ما نعرض الموضوع دائما بنبلش بسؤال محير عشان نترك مجال للطلاب يشوفوا، وراح أعرض عليكم مقاطع صغيرة من كل example. We're divided into four parts by a river called Prego. The top part of the city was called Alstadt. The middle island part of the city was called Kneiphof. The lower part of the city was called Vorstadt, and the right middle part of the city was called Lomsey. These four city parts were connected by seven bridges. And the bridges are shown in red on the diagram that you can see here right now. So here is what the city of Königsberg looked like in the 1700s. So the citizens of the city really enjoyed their city, and they would walk around the city a lot. And they created a game for themselves. The game was, could they start in one part of the city, walk around in such a way that they'd cross all the bridges exactly once, not more, not less, and come back to that original spot where they started. So the citizens of Königsberg weren't able to come up with such a route, but they didn't know if they just couldn't do it or if such a route didn't exist. And this is the problem that we're going to start with today. Do you think that such a route exists? Can we start in one point of the city, walk around, cross all the bridges exactly once, and come back to that original starting point? Take some time with your teacher, see if you can come up with such a route, and if you think that you can, or if you think that you can't, please let me know, and you'll tell me in 5 minutes. See you soon. هذا مقطع صغير من فيديو عشان كانت بدها تشرح عن الجراف ثيوري، وأعطى التاريخ من دولة صينية، وبعدين تركت المجال ليصير فيه نقاش بالصف. شغلة كتير مهمة بمشروع بلاسم إنه لأنه هذا عبارة عن open source وبدنا كل مدارس العالم تقدر تستفيد منه، لازم نستعمل أدوات بسيطة اللي بغض النظر عن إيش تجهيزات المدرسة أو إيش تجهيزات، هل هذه دولة غنية ولا دولة فقيرة عندها تجهيزات، فلازم كل فيديو موديول يقدر يستخدم أدوات بسيطة جدا اللي أي مدرسة بدها تستعمل هاي الابليكيشن تقدر تستعملها. فبرضو راح أفرجيكم سامبل صغير. Okay. So here's the problem. We have here a yardstick, and it's numbered 1 to 36 inches.
These are in so-called British distance units. Many of you may also talk about meters and centimeters, those kinds of units. That's fine too. And basically, we're going to look at this yardstick and do something with it kind of interesting. Now, you might say, why didn't I use a meter stick? Well, locally here in Cambridge, it didn't cost me very much to buy one of these wooden yardsticks, but a meter stick would have cost me like 100 times more. So that's why I chose a yardstick. Where you are, if you don't have access to either one, you could even use a stick from a tree if you can mark it off in equal length segments. هذا مثال ثاني عن كيف انه احنا بدنا نستعمل ادوات بسيطه ممكن الواحد يستعمل مسطره عاديه او حتى عصاي من القريه اللي هو فيها زي ما قلنا احنا بعد كل سؤال وكل مقطع فيديو لازم يكون في سؤال تفاعلي للطلاب يشتغلوا بالصف فانا راح افرجيكم سامبل من التطبيق العملي عن نشاط تفاعلي عملناه بالمدارس الاردنيه اذا على الاقل اي منطقه فيها ميلان انا لا افضل ان اكون متواجدا فيها وبالطبع المنطقه الاخيره انا لا افضل ان اكون في هذه المنطقه جربتوه شفتوا كيف عدم الاستمرار حلو ايش رايكم بعرفش إذا انتبهتوا كيف إنه المعلمة قدرت تعمل مجسم صغير من كرتونة بسيطة لتقدر تطبق تطبيقك العملي على أساس نفرجي إنه أي تطبيق إحنا بنعمله ممكن أي مدرسة تستفيد منه. هلأ طبعاً التجارب العملية بتتفاوت بالصف حسب موضوع الفيديو وموضوع المحاضر كيف هو بيقترحه. أهم إشي إنه تقدر الموضوع يحدد الهدف العلمي ويحققه. هلا مع كل وحدة صفية في عنا تيتشرز جايد بنسميه دليل معلم للوحدة بنعطي الأستاذ المراجع وإحنا ليش هاي الفكرة وبنترك له المجال إذا بده يزيد أمثلة مختلفة عليها أنا بدي أستعرض التجربة الأردنية إحنا بلشنا طبعا بالمشروع هذا بعد مؤتمر لينك 2007 اللي صار في الأردن وبلشنا بتصوير وعمل وحدات أردنية بدي أفرجيكم نظرة سريعة عن شو عملنا من الوقت هذاك لليوم عملنا من الأردن طبعا المواضيع اللي بنحكي فيها إحنا بس ساينسز وماث اللي هو علوم كيمياء فيزياء رياضيات إجمالي الباقي اللي هو عملته من MIT وهلأ لبنان عم بتسوي وأرامكو مشكورة عم بتساعدنا بتعريب بعض الموديولز فأنا بدي أعرض عليكم سامبل سريع مدة دقيقتين عن الموديول Today's topic is a very exciting one because it touches all of us as humans. أود الآن أن أعرض عليكم مقطع فيديو يبين كيف ننتج البلازما في المختبر إنه شيء ممتع تحتاج أول شيء عصير مانجا عصير برتقال عصير كيوي Let's go and see the real desert in Jordan and see if we can feel its harsh conditions. Do you think that these plants need as much water as the non-desert plants? الخطوة الأولى نحتاج إلى نسيج من كائن حي. إذا أردنا أن نرفع كتاب على سبيل المثال نحتاج إلى قوة. إذا أردنا أن نرفع كرة أو نحرك كرة نحو الأعلى فنحتاج إلى قوة عند دوران فورس نيوتن نلاحظ اختفاء جميع الألوان The question is who uses solar energy efficiently? Plants Plants use solar energy efficiently. معلش أنا مضطرة بالوقت عم بي ما قدرتش أكمل الفيديو للآخر بس بدي أحكي لكم إحنا بعد ما طبقنا هذا ببعض المدارس بالأردن خلق المشروع هذا حماس كتير كبير عند الطلاب وعند الأساتذة فالناس اللي يساعدونا بالإنتاج يعني كان الفيدباك تبعهم انه اعطاهم عصف ذهني كثير قوي على اساس يقدروا يفكروا بهالطريقه هاي كيف يقدموا اي موضوع علمي بطريقه ايش هي يعني نتيجتها بالحياه
الشغلة الثانية إنه كيف يقسم الموضوع بطريقة متسلسلة. أنتوا عدة مقاطع كانت بالنسبة لإلهم مش موضوع سهل ليطلعوا فيه بنتيجة. وبنفس الوقت كل الناس اللي اشتغلوا حسوا إنه كيف طرح أي موضوع عن طريق الأسئلة والتفاعل مع الطلاب خلاهم يساعدهم بحياتهم العملية كمدرسين. هلا بالنسبة لمعلمين الصف اللي كانوا هم يشتغلوا مع الفيديوز هاي لقوا إنه الأسئلة المطروحة حمست الطلاب، فكان تفاعل الطلاب مع الأستاذ كتير أكثر من الوقت العادي. حتى الطلاب اللي بالعادة ما بتفاعلوا بالصف لقوا إنه في تفاعل لأنه في تشارك بين الطلاب. بس انطلب إنه يكون الموديولز موجهة حسب مناهجنا، المناهج اللي بتدرس في المدارس، ما تكون مواضيع مش دايركتد للمناهج. اما بالنسبه للطلبه بس انا مضطر اعتذر منك لان انتهى الوقت، فاذا 10 ثواني. اوكي، الطلبه لقوه كثير مهم بالنسبه لهم، وعملنا دراسه مسح شامل احنا لكل مناهج 10 و11 و12 بالتعليم المختلفة في الأردن. وهلأ إحنا حابين يكون بلاسم هو مصدر مجاني للكل، فبدنا تعاونكم. شكرا. شكرا. عفوا، أدرك أن الموضوع العلم والتعلم وأهميته لبناء رأس المال البشري موضوع شيق وطويل ويحتاج الكثير من الإسهاب، فأعتذر من الأخت رنا لعدم إتاحة الفرصة الكاملة لإيضاح الموضوع، ولكن قد نتطرق إلى ذلك في مجال آخر. سأطرح المجال للجمهور إذا سمحت لي. ننتقل الآن إلى الجزء الثاني من الجلسة، وهي مشاركة الجمهور بطرح الأسئلة على المختصين في هذا المجال. أرجو الاختصار السؤال أو المشاركة بنصف دقيقة فقط، بشكل بحد أقصى نصف دقيقة، كما أرجو تجاوز الأسئلة أو الأفكار المكررة. نقطة أخيرة، أذكر على الأخوة والأخوات إغلاق الأجهزة الجوالة أو وضعها في على الوضع الصامت. أخذ السؤال من آخر الغرفة. المستشار إبراهيم أبو دقة، فلسطين. شكرا سيد الرئيس، شكرا متحدثين، وشكرا لمؤسسة الفكر العربي وعلى رأسها سمو الأمير خالد الفيصل. أنا عشت في الستينات في السعودية، وفترة جلالة الملك المرحوم الملك فيصل، وهو الذي بنى مؤسسات الدولة السعودية في ذاك التاريخ، وبنى موارد الإنسان السعودي، ومن هناك بدأت تنمية الموارد البشرية للمملكة العربية السعودية. وهكذا يعني يكمل المشوار الكبير الذي بدأه الملك فيصل سمو الأمير الملكي خالد الفيصل، وأنا شاهد على عصر تلك التاريخ. أريد أن أؤكد مرة أخرى أننا أعز ما نملك هو الإنسان، وهذه حقيقة واقعية. كيف نستطيع أن نكمل الموارد البشرية وتنمية الموارد البشرية في وطننا العربي الكبير من خلال مؤسسات الفكر العربي؟ مع الشكر. شكرا. أعتقد هذا السؤال يوجه للمؤسسة مش لنا يعني. نأخذ فكرة ثانية. نعم، أشكرك على المداخلة، والموضوع موضوع كبير للإجابة على ذلك، ولكن نأخذ مجموعة أخرى من الأفكار أو الأسئلة. تفضل أخي الكريم. محمد فهد الحارثي، رئيس تحرير مجلة سيدتي. نأخذ الجهة الثانية. شكرا للتجارب الجيدة، ولفتت انتباهي التجربة العمانية الواقع يعني مميزة في أفكارها، لكن احنا أخذنا صورة وردية تقريبا عن التوظيف والتدريب، وكأنه ما في بطالة ولا في عوائق ولا في شيء. ما شفنا الجانب الآخر، هو جانب الخاص بالمعوقات والمشاكل الحقيقية اللي تواجه في الجانب هذا. هل هي الصورة وردية كما شرحت الآن، وهل هي بهذه السهولة، أم أنه في عوائق كثيرة نبغى نلقي الضوء عليها؟ شكرا. اوكي، بالنسبه للتجربه العمانيه وفي بالتحديد في شركه تنميه نفط عمان، يعني احنا طبعا احنا ملتزمين يعني بنسبه تعمين معينه مثل اي شركات اخرى عامله بالسلطنه. نسبه التعمين اللي احنا نشتغل عليها تقريبا 80%،
بس خلال السنوات الخمسة اللي فاتت ما قدرنا نوصل إلى 8%. السبب بسيط جدا، إحنا نصرف على الموظف العماني لحد ما يكمل تقريبا 5 إلى 7 سنوات ما يقارب 150,000 دولار من التدريب والتطوير. وما للأسف الشديد يعني فشلنا لحد ما إلى استبقاء على هذه الكوادر. يعني نسبة الموظفين اللي بيتركوا عنا ما زيد عن 3%، واللي هي نسبة صحية طبعا يعني في كل شركة. المشكلة في نوعية الكوادر تتركنا لشركات منافسة دخلت السوق، أو تتركنا لشركات إقليمية في الخليج وخارج السلطنة. فالتحدي الكبير لنا احنا في الشركة هو الاستبقاء على هذه الكوادر البشرية. هذا واحد. الشيء الثاني، نظام الامتيازات اللي موجود بشركات النفط العامة بالخليج يعني قديم إلى حد ما، واخترع طبعا يعني تم تأسيسه في التسعينات والثمانينات. الشباب العماني اللي بيشتغل معنا اليوم ما يطمع إلى برنامج تقاعد جيد، يطمع إلى أشياء مختلفة تماما. فهو التحدي الأكبر اللي عندنا حاليا هو مواكبة تطلعات الشباب الخريج الجديد في العمل في الشركة وجذبهم إلى الشركة. فهذه التحديين الكبار اللي بنشتغل عليهم حاليا. هو طبعا يعني في بطالة حقيقية وفي بطالة مقنعة أيضا. واليوم في واحدة من الدراسات اللي تكلمت عن عوائق تنمية الإنسان في المؤسسات وفي الشركات، وجدوا أن القيادات نفسها والقيادات المباشرة في كثير من المؤسسات تمثل 30% من العائق للناس اللي تحت على أساس يتدرب وعلى أساس يطلع وعلى أساس يصعد. وجدوا أن الشخص نفسه مسؤول 20% عن مسألة نموه وتطوره ووصوله. فالبطالة الحقيقية موجودة، البطالة المقنعة موجودة، وهي ليست مسؤولية الشركات فقط، هي مسؤولية جماعية حقيقية، مسؤولية مشتركة. ممكن تفضل أخت سلمى. يمكن أخ محمد بس سؤال يعني سريع، يعني هل هي صورة وردية؟ لا طبعا، يعني نكون احنا يمكن نخدع نفسنا إذا قلنا هي صورة وردية. يعني بالنسبة للقطاع النفطي اللي أنا تكلمت عنه وتدريب القياديين، يعني هو كافي أنك أنت تكون عندك مجموعة من القياديين تقول أن احنا نبي نقيمهم، فكلمة أنه هو قيادي وهو إنسان يعني تبوأ منصب يعني أوريدي واصل وكذا، يعني أقول له تعال أبي أقيمك، هذه بحد ذاتها كانت يعني تحدي كبير. كان احنا لازم نبتدي شوي شوي وخطوه خطوه، يعني واداره التغيير جدا مهمه. يعني في اي نظام جديد احنا نبتدي فيه لازم يكون في اداره التغيير، ولازم يكون تقبل بسيط، واذا ما نجحنا في اول مره نحاول مره اخرى ومره اخرى حتى نصل الى اللي احنا يعني، لان المجال نفسه يعني هو كون